وما دام الدنيا حارة ولعبان نفس، فأنا قررت أسمع كلام بعض الرسائل اللي تجينا واللي تقول إنه البرنامج يراد لأغاني. فاليوم من وراء الحر خلونا كنا هيجي ريلاكس ونسمع أغاني بهاي المناسبة السعيدة. فاللي حب يهدي يعني يكتب لنا رسائل وإحنا راح نلبي طلبات المستمعين. هذا الصدق حبيبي في وراء حب الأحساس وش عندك وش عندك وش عندك قاعد بقلب ما تكون بيت عندك قاعد بقلب ما تكون بيت ما عندكم بيت لا ما عندنا بيت. هاي شكت حلوة الأغنية. الله شكت فيك اللبناني من يحكي عراقي ما عندكم بيت. لا هذا بالمناسبة هذا جور عد حلاق بس صار مغني بس فيك صوته يموت صوته يموت. كمل كمل الأغنية خلينا نشوف ليش ما عندكم بيت. تروح كل شي روح حتى الضحكة انسى يا فشخة حياة انت بدون. وانت ليش نايم على التراب؟ شنو ما عندكم بيت؟ وبهالحر وبالصحراء؟ العالم تهجي من الحر، انت رايح للحر ويم البعران؟ بعدين تعال حبيبي جوي تعال تعال كنت كوت تعال 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 تعال. منو قنعك تغني؟ وعراقي شايف صفحات الفيسبوك ايش راح يسوون بيك ورا هاي الحلقه؟ شايف ربعنا من يلطشون بواحد؟ نعطيك امثله لك رياض وعبعوب اثنيناتهم اعتزلوا الظهور تماما. بعدين هيك اغاني مو انت تغنيها، هاي غنيها عبد الله البدر. هاي الاغاني لها طقوس معينه، مثلا هسه عبودي مثلا قبل لا يفوت يغني مثلا يكون محمي حنجرته بجدريه تشريب وراس باشا وصينية بقلاوة واستكان شاي دافي بس بدون شكر ويغني